السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعله خير. عنوان من عناوين الحياة كما سنعيشه إن شاء الله في هذا الشهر، ونحن نحاول أن نتذاكر في أحداث كثيرة مرت على الإنسانية، مرت على أناس اكتشفوا الخير بعد أن ظنوا أن ذلك الخير شر، رأوا بابا فظنوا أن هذا الباب هو النهاية، ولكنهم وجدوا من وراء هذا الباب خيرا كثيرا جدا. أحد الشخصيات الكبرى في عالم الاقتصاد والمال اسمه والس جونسون. والس جونسون هذا كان عاملا يعمل نجارا في إحدى الشركات الكبرى والمعامل الكبرى، ثم هذا المعمل الذي يعمل به مر بأزمة اقتصادية اضطرته إلى تسريح عدد من العمال. بدأ المعمل يسرح العمال شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك وصل الدور إلى هذا الرجل، إلى جونسون، وقرر رب العمل طرده. هنا أصبحت الدنيا، كل الدنيا سوداء. كيف سأعيش؟ من أين سأنفق على أسرتي؟ كيف سأسدد الالتزامات الموجودة في ذمتي لثمن البيت، لثمن السيارة، للأشياء التي اشتريتها؟ الحياة صعبة، الحياة قاسية، ومن يعمل في الغرب خاصة يعرف أن الإنسان ملتزم بدفعات، ملتزم بنفقات، لا يستطيع أبدا أن يتوقف عن العمل. والرجل مرت عليه أيام سوداء شعر فيها بضيق كبير، ثم بعد ذلك قرر أن يرهن بيته وأن يبدأ مشروعا جديدا. جونسون رهن بيته وأخذ قرضا من البنك، ثم بدأ العمل، العمل في بناء البيوت الصغيرة من الخشب وتجهيز هذه البيوت، وأقبل الناس عليه بسبب إتقان العمل الذي كان يقوم به، وأصبح مطلوبا، وأصبحت مواعيد تسليم البيوت عنده متراكمة ومتزاحمة، وأصبحت شركته شركة مهمة في هذا المجال، وصار يأتي بالعمال ويوظفهم ويعملون معه، واستطاع أن يسد القرض، واستطاع أن يشكل ثروة صغيرة. وهنا صادفه أحد الأشخاص الذين يعملون في السياحة، وأقنعه أن يدخل معه في مشروع كبير لسلسلة فنادق عالمية بمواصفات كبرى. اسم هذه السلسلة اسم عالمي كبير مشهور. وبدأ العمل، وبنوا أول فندق، ثم الفندق الثاني، ثم الفندق الثالث، وأصبحت هذه السلسلة إحدى أكبر الفنادق عالميا. هذا الرجل أصبح من أغنى الأغنياء. وفي مرة من المرات كان جونسون في سهرة مع أصدقائه، كان يتحدث معهم عن الصعوبات التي مرت عليه في حياته، وكيف أنه مر بصعوبات يعني كادت الحياة بالنسبة له أن تتوقف، ويذكر ذلك اليوم وتلك الليلة التي قضاها بعد أن طرد من عمله في ذلك المعمل الذي كان يعمل فيه نجارا. هنا قال جونسون لأصدقائه، قال: والله لو أنني اليوم أستطيع أن أرى صاحب ذلك المعمل الذي طردني لقدمت له أعظم الامتنان، أعظم الشكر، لقلت له شكرا لأنك قمت بذلك العمل. الآن تعالوا نميز بين نظرتين. جونسون هو نفس جونسون، والموقف هو نفسه. جونسون عندما طرد من العمل كان يظن أن الدنيا كلها قد توقفت، ويظن أنه دخل إلى حافة الموت والانهيار، وهو نفسه اليوم بعد أن عاش النجاح، بعد أن صنع النجاح في الاتجاه الآخر بسبب هذا الموقف، هو اليوم ينظر إلى طرده من العمل في ذلك اليوم على أنه أكبر نعمة، وعلى أنه أكبر حدث إيجابي عاشه في حياته. هكذا هي الحياة، وهكذا هي الأقدار.
وهناك مما لا يعجبك، هناك من الأمور التي تعيشها وهي لا تعجبك، هناك من المواقف التي تسوءك، ربما في المستقبل ستنظر إليها وتقول كان الخير، كل الخير في ذلك الذي لم يكن يعجبني. ولذلك وأنت تعيش المآسي وأنت تعيش الأحداث الذي تمر عليك اليوم ولا تعجبك، هناك تجارة خسرتها، هناك حالة غير مرضية تعيشها اليوم، تذكر لعله خير، تذكر لعله خير، ولعل الله تعالى يريد أن يسوقك من حالة أنت اليوم تظنها أكمل ما يكون إلى حالة أرقى وأعظم وأكبر لو نظرت عندما تصل إلى نهاية الطريق. لو نظرت إلى ذلك الموقف لقلت الحمد لله الذي ابتلاني بما ابتلاني في ذلك اليوم. لعله خير. لقاء متجدد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير والخير بأجمعه في علم الله وحكمته، أدركت أمورا ظاهرها شر والغيب بستراته، لكن الله سيفرجها ويريك عجائب قدرته. ثق أن الله سيكشفها وستعرف لطف عنايته. يسر أو عسر يأتينا كل من جند إرادته. خير والخير بأجمعه في علم الله وحكمته.